السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في نشرة جديد ومتجدد من شروحاتي على قناتكم قناة تكنيك بوك. أدعوكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد على القناة بإذن الله تبارك وتعالى. سوف نقوم بشرح كيف تقوم بتحميل وتثبيت برنامج فوتوشوب سي سي النسخة 2015 وما بعدها في النظام 64 بايت. طيب نأتي إلى معرفة بحث جوجل، أكتب فوتوشوب سي سي، يظهر لكم الموقع الرسمي لفوتوشوب وتظهر عدة مواقع أخرى مثل تيليشارجي 01 نت، موقع مشهور أيضا. لو تأتي إلى هنا آخر نسخة وهي فوتوشوب يعني سي سي 2018 مدفوع بقيمة 23 أو 24 دولار للشهر طبيعة الحال. إذا تأتي إلى هنا هذا هو الفوتوشوب سي سي، تقر على تيليشارجنا يبدأ من أسفل تحميل أيقونة لعمل تيليشارجنا. هذه الأيقونة بطبيعة الحال لو نفتحها هذه الأيقونة كرياتيف كلود اس تي اب، من خلالها تقوم بتحميل برنامج الفوتوشوب. طيب نحن لدينا الفوتوشوب جاهز مع الكراك الخاص به، تنقر على هذه الأيقونة. يعني الحجم هو كبير فقط، يعني واحدة جدا، هذه 800 ميجا بايت. يمكنكم تحميل النسخة 2015 و لمن يريد سوف أضع لكم هذا الكراك، هذا هو الكراك الخاص بتفعيل الأيقونة أو البرنامج. ننقل على أيقونة التحميل وننتظر قليلا. ندعوكم إلى الاشتراك في القناة، هذه قناتي قناة جديدة بعد أن تم قرصنة القناة الأولى، قناة تكنيك بوك الأولى تم قرصنتها عن طريق اختراق الجهاز بكامله. أضع إليكم من خلال قناتي الجديدة، قوموا باشتراك القناة حتى يصلكم كل جديد على القناة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب هناك نسختين، نسخة تيست و جو اش تي لوجيسيال. نحن لا نلقى على انستال جو اش تي لوجيسيال أي شراء البرنامج، ننقر على تيستي سي سي. طيب قبل البدء في عملية التثبيت لا تنسى بعمل ديكونكت للكونكشن أو للويفي، لا يجب أن تكون هنالك الكونكشن أو الويفي، وحتى إذا كنت تمتلك أنتي فيروس قم بعمله ديزاكتيف. لو قلت تكست ثم سكونكتي يعني سكونكتي بوبا أو لا سكونكتي، لأن لماذا تقوم بعمل ديزاكتيف للإنترنت حتى لا يتم الاتصال بالسيرفر. إذا اتصل بالسيرفر هنالك سوف يأخذك لشراء هذه النسخة. أنقر على سكونكتي بوبا، تظهر لك هذه الاتفاقية، تقرأها ثم أكسبت. يعني من هنا فوتوشوب سي سي بحجم 2.3 جيجا أوكتي، من هنا تختار مكان التثبيت، ومن هنا تختار لغة الفوتوشوب فرنسية أو ما شابه ذلك. أنا سوف أختار اللغة الإنجليزية، إنجليزية دول العربية وما شابه ذلك. Thank you.
أنا سوف أختار اللغة الإنجليزية انترناسيونال. لماذا؟ لأن كل الشروحات بالإنجليزية. أنقر أنستال ثم أوكي. يبدأ التثبيت البرنامج. خطوة بخطوة. هذه كلها سواء فوتوشوب سي سي 2015 او 2016 او 2018 او 2019 تقريبا نفس النسخ، فقط هنالك تغييرات بسيطة وبسيطة جدا في بعض التأثيرات وما شابه ذلك. لهذا العمل ونفس والمبدأ هو نفسه في كل البرامج. إذا أردت إخراج وصور جميلة وجدة وجذابة عليك أن ترفع من حجم الكارت جرافيك الخاصة بجهازك. يجب ترقية جهازك قبل أن تعمل على النسخ ذات القوة الكبيرة، لأنها تتطلب ألوان أكثر وتتطلب جودة أكثر. لهذا عليك أن تقوم بتثبيت أو بترقية جهازك قبل ترقية برنامجك. سوف ننتظر اكتمال التثبيت ونعود إليكم. ينتهي التثبيت كما تشاهدون. نوت أدوب يعني أنقر هنا لونسي مانتونو برنامج الفوتوشوب سي سي. لاحظوا كيف يأتي sync in required sync in now sync in later. أنقر sync in later. لاحظوا هذه النسخة عبارة عن نسخة تجريبية لمدة 30 يوم. license this software start try. أنقر لو ننقر على license this software سيأخذك إلى انترنت لكي تقوم بالتسجيل عن طريق الانترنت. انقر باك ستارت ترايل. يفتح لنا هذا هو الفوتوشوب 25، يعني تم عمل له كراك كما تشاهدون. هذا هو فوتوشوب سي سي. نأتي الى هنا هلب، الى الهلب. نأتي إلى الهلب، يعني لاحظوا sync in هو غير مفعل. لنقول update لكي نعرف هل هنالك نسخ جديدة. هنا فقط تتطلب الانترنت لكي تعرف. نقوم بتشغيل الانترنت. start again. يعني هنا لترقيتها لترقية إلى النسخة الجديدة. من هنا وتنقر على update. لا نريد الترقية، نقوم بعمل ديزاكتيف للإنترنت. طيب نقوم بحذف بغلق هذا البرنامج. سوف نقوم بعمله أكتيف. نأتي إلى الكاك. لاحظوا هذا الكراك
نذهب، هناك طريقتين نذهب إلى هذا المسار، بروجرام فايل مسار التثبيت، ونأتي إلى هنا ونعمل له كولي، يظهر لنا محرك البحث. هذا محرك البحث، لحظة، نقول أوكي. لاحظوا هذا هو المسار، ونعمل نأتي إلى هذا الملف، ملف الكراك DLL، نقول أوكي كوبي، ثم نأتي هنا ونقول أوكي. إذا لم تكن تملك من هذا المسار، تأتي إلى هنا أوردناتور مجلد السي بروجرام، وتبحث عن فوتوشوب أدوب فوتوشوب سي سي 2015، وتعمل كوبي، ثم تأتي إلى هنا وتعمل كولي. قم باستبدال هذا الملف مكان هذا الملف، كونتينو. بهذه الطريقة تم عمل كراك لهذا البرنامج، تم عمل كراك للبرنامج. نقوم بفتحه من جديد، سوف نلاحظ أنه لا يمنحنا، لاحظوا يريد تليشارجمو. نأتي إلى الكونكشن، قم بعمل لها أكتيف، سوف يقوم بتحميل البيانات ذلك الكراك. تم عمل انستالاسيو بنجاح، يعمل ميزاجور الان من خلال بيانات ذلك الكراك، يعمل ميزاجور حتى يصبح هذا البرنامج من النسخة التجريبية الى النسخة المدفوعة. طيب، نقوم بفتح برنامج أدوب فوتوشوب سي سي. تم فتحه دون مطالبة 30 يوم بشكل عادي وعادي جدا. لاحظوا السينك إن تم عمل، يعني البرنامج هو مسجل على عكس ما كان من قبل. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. لاحظوا نيو أبديت، البرنامج يعني يعمل بسلاسة. كما تشاهدون يعمل بطريقة جيدة. هذا هو البرنامج. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. انتظرنا في الشروحات القادمة. لا تنسوا بالنقاء سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.